السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت KG1 الترم الاول، ودي الحلقة الثالثة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عرفنا المرة اللي فاتت ازاي let's make friends او دعنا نصنع اصدقاء، خلينا نكسب اصدقاء جدد. والنهاردة هنبتدي من page 11 او صفحة 11، وهنا طبعا busy bee بتعلمنا حاجة اسمها life skills. life skills او مهارات الحياة، life يعني حياة وskills skills مهارات. بيزي بي بتقول لنا هنا color and say، color يعني لون، and say وقل، وطبعا مدينا مجموعة صور. طبعا هنا في الصورة دي اصحابنا بيقابلوا بعض، المفروض ان هم بيحيوا بعض اول ما قابلوا بعض، والصورة دي فيها اصحابنا وهم بيسلموا على بعض وهم سايبين بعض كل واحد ماشي في طريقه. فطبعا هنا اول ما بيقابلوا بعض المفروض ان هم بيقولوا لبعض ايه يا اصحابي؟ شاطرين، hello. Hello. Repeat after me. قول ورايا. Hello. 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 وهم ماشيين وسايبين بعض بيقولوا لبعض goodbye. 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 شاطرين كلكو. فإحنا هنعمل color وهنلون الصورتين. أول صورة وإحنا بنلونها هنقول hello. 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 تاني صورة وإحنا بنلونها هنقول goodbye. 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 وطبعا بيزي بي هنا بتقولك look, listen and repeat. Look يعني انظر، listen يعني استمع، and repeat repeat وكرر. فانت زي ما قلتلك انت هتنظر للصورة وهتسمع التيتشر بتاعك بيقولك التحية اسمها ايه، hello ولا goodbye، وبعدين هتعمل repeat repeat يعني تكرر after your teacher وبعد المعلم بتاعك. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي. طبعا يا اصحابي لما بقابل حد بقول له هلو زي ما قلنا من شويه. لما بقابله اول مره ما ببقاش عارف اسمه، انا مش عارف اسمه ايه، فلما بساله عن اسمه بقول له واتس يور نيم. واتس يور نيم يعني ما هو اسمك. واتس يور نيم. واتس يور نيم يعني ما او ماذا. از يور نيم هو اسمك. ايه هو اسمك؟ يبقى هلو اهلا، واتس يور نيم ما هو اسمك. مره كمان، هلو اهلا، واتس يور نيم ما هو اسمك. وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا listen and follow. listen استمع، and follow واتبع. follow يعني اتبع، تتبع الكلام اللي انت سمعه. وتاني حاجه بتطلبها مننا look and say، انظر وقل. يبقى أول حاجة هنعمل إيه؟ هنعمل listen، هنستمع، and و follow، follow نتبع. تاني حاجة هنعمل look، هننظر، and و say وهنقول. وهنا مدينا أربع صور لأصدقائنا دول، وكده أصدقائنا دول قابلوا بعض وقالوا لبعض hello أهلا أو مرحبا، what's your name ما هو اسمك. طبعا يا أصحابي لما انا بسال حد عن اسمه المفروض ان هو بيرد عليا، فبيقول لي I am انا، ويقول اسمه I am حسام، I am نهى، I am احمد، I am منى. فهو بيقول لي I am انا، ويقول اسمه مره كمان I am، وبعدين بنقول اسمنا. فهنا بيزي بي بتقول لك ask and answer. ask يعني اسأل، and answer واجب. لما اجي اسأل حد عن اسمه بقول له hello what's your name، اهلا او مرحبا ما هو اسمك، فبعدين هو المفروض هيجاوب عليا ويقول لي اسمه ايه، وصديقي اللي انا سألته عن اسمه ده المفروض هيرد عليا هو كمان ويقول لي hello what's your name. فانا المفروض دلوقتي هجاوب عليه واقول له I am واقول اسمي. وبكده نكون انهينا البيج دي، ودي كانت الـ unit review او المراجعة على الوحدة الاولى. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي.
ونوصل للبيج نمبر 14 أو صفحة 14 وعنوانها Playtime. Playtime وقت اللعب. بيزي بي بتقول لنا هنا أصحابي Point. Point يعني أشر. Trace. Trace وتتبع. And Circle. And Circle وضع دائرة حول. يبقى أول حاجة هنعمل Point هنشاور وبعدين هنعمل Trace أو هنتتبع وبعدين هنعمل Circle أو نحط دائرة. هنا عندنا Number 4 أو رقم 4 احنا هنعمل عليه Trace أو نمشي بقلمنا رصاص عليه وبعدين هنعمل Point هنشاور بصبعنا على الفلاورز دي وهنعد منهم 4 flowers 1 2 3 4. يبقى احنا كده عندنا 4 flowers. فنعمل ايه يا اصحابي؟ هنروح حاملين سيركل حوالين الفور فلاورز دول، كل فلاور حواليها سيركل. تاني صورة هنا يا اصحابي مدينا 5 bees او 5 نحلات. المفروض ان هنا عندنا 1 2 3 4 5. مرة كمان 1 2 3 4 5. فالمفروض ان احنا هنا هنعد البيز دول هنلاقيهم 1 2 3 4 5. هم كمان 5. مفروض ان احنا هنعمل تريس او هنتتبع بقلمنا رصاص with our pencil على الدوتس بتاعت النمبرز دي وهنمشي بقلمنا رصاص على النقط بتاعتها وهنكتب 1 2 3 4 5 وبعدين هنعمل point وهنعد البيز وهنلاقيهم هما كمان 5 bees 1 2 3 4 5 وهنعمل حواليهم 5 circles لان احنا عندنا number 5 وهم كلهم عددهم 5. اخر حاجة عندنا هنا 1 2 3 4 5. عندنا هنا numbers from 1 to 5 الارقام من 1 ل 5. هنعمل عليها trace بالpencil بتاعنا وبعدين هنعمل سيركل حوالين 3 flowers او الثلاث وردات دول ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 15 وعندنا فيها بيزي بي بتقول لنا look trace and color. look under trace تتبع بقلمك الرصاص and color and color ولون. واحنا لسه بنكمل مع بعض البلاي تايم او وقت اللعب الخاص بيونت 1. فهنا بيزي بي كتبلنا اول حاجة نمبر 2 فهنعمل عليه trace وهنمشي بالpencil بتاعنا او بقلمنا رصاص على نمبر 2 وبعدين هنعمل color لtwo flowers بس 1 2. وبعدين عندنا هنا نمبر 3 فهنعمل عليه trace بالpencil بتاعنا وبعدين هنلون هنا 3 bees 1 2 3 تلات نحلات. وعندنا هنا number 5 او رقم 5 فنعمل عليه trace with our pencil او بقلمنا رصاص وهنلون ال 5 jars او الخمس جرات بتوع العسل دول 1 2 3 4 5. وبكده يا اصحابي نكون انهينا unit 1 او انهينا الوحدة الاولى ونوصل ليونت 2 او الوحدة التانية وعنوانها my body. My body يعني جسمي. My أي حاجة بقول عليها my هي الحاجة اللي ملكي. My يعني ملكي. My body. Body يعني جسم. My body يعني جسمي. My body يعني جسمي. مرة كمان my body يعني جسمي. فهنا بيزي بي بتقول لنا listen استمع and point and point وأشر. يبقى هنسمع وبعدين هنشاور. فهنا عندنا أصحابنا وهم واقفين وموجود تحت في الفريم الصغير ده بعض أجزاء جسمنا أو البادي بارتس بتاعتنا. أول حاجة ear. ear يعني أذن. مرة كمان ear. ear يعني أذن. مرة كمان ear. ear يعني أذن. تاني حاجة eye. eye يعني عين. I I يعني عين. I I يعني عين. Hair hair يعني شعر. Hair hair يعني شعر. Hair
hair يعني شعر hand hand يعني يد hand hand يعني يد hand hand يعني يد mouse mouse يعني فم mouse mouse يعني فم mouse mouse يعني فم nose nose يعني أنف nose nose يعني أنف nose nose يعني أنف طبعا لازم نحفظ البادي بارتس دول أو أجزاء الجسم دي ونحفظ أسمائهم كويس وزي ما قلت لكم يا أصحابي هم أصحابنا هنا في منهج كونكت واقفين وبيكونوا البابت أو العروسة اللي هم بيجمعوها دي وبيلزقوا عليها البادي بارتس المختلفة فزي ما انتوا شايفين هنا هم حاطين البادي بارتس على التيبل دي أو على الترابيزة دي وبيجمعوا البابت دي وبيلزقوا عليها البادي بارتس دي أو أجزاء الجسم دي وبيجمعوها مع بعضها فزي ما قلت لكم لازم نحفظ الكلمات دي وهي كلمات جميلة وسهلة جدا وانت بتحفظها شاور على الإير اللي موجودة على التيبل هنا وقول إير 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 لما تيجي تحفظ كلمة آي شاور على الآي اللي موجودة على التيبل هنا أو العين اللي موجودة على التيبل هنا وقول آي 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 لما تيجي تحفظ كلمة هير 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 شاور على الهير اللي موجود على الترابيزة أو الشعر اللي موجود على الترابيزة لما تيجي تحفظ كلمة هاند شاور على الهاند الموجودة على التيبل هنا أو على الترابيزة هنا وقول هاند 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 لما تيجي تحفظ كلمة ماوس ماوس أو فم شاور على الماوس أو على الفم الموجودة على التيبل هنا وقول ماوس 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 وآخر حاجة لما تيجي تحفظ كلمة نوز نوز شاور على النوز اللي موجودة على التيبل هنا وقول نوز 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 وبكده نكون أنهينا درس النهاردة أتمنى أن أنت تكون استفدت لو استفدت من الدرس اعمل لايك أتمنى ألاقي 1000 استفادوا أو 1000 تحت الفيديو والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.